ايه اليات التصدي لتزييف الواقع ولحجم المغالطه الموجود والحقيقه مش بس تزييف واقع عادي، ده تزييف للجهد المبذول ولاراده الشعب. ومهم جدا ان الشعب نفسه يكون في اليه لكي يتحلى بالوعي المناسب حتى يفرق بين ما هو حقيقي وغير حقيقي. هنقرب من هذه الصناعه والاليات الكفيله بالتصدي لها في هذا اللقاء، وبوجه التحيه لضيفتي الدكتوره هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري وعضو المجلس الاعلى للاعلام وعضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. منورانا يا فندم. بوجودك. الكثير بيقول الحقيقة، ومش بتكلم بس عن مصر، يعني للأسف في تجارب مريرة في مختلف الأنحاء على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسطية وعلى مستوى العالم، أن الطريقة المثلى للمواجهة هي أن الأخبار تتاخذ من مصادرها الرسمية، وأن يكون في وعي حقيقي حتى لا يعني ينساق المجموع نحو مثل هذه الشائعات المغرضة. لا، إحنا ما عندناش مجموع ولا حشد، علشان يعني ايه، انا بعتبر بعض الكلمات تقلل من قيمه وشان الوعي الاجتماعي للمجتمع المصري والوعي السياسي. يعني ممكن الكلام ده يتقال على دول امريكا اللاتينيه مثلا. غواتيمالا وقعت من سنه لمجرد ان في بعض المؤامرات نجحت في تشبيك اوضاع ينتهي بها اربنز. فاحنا مش دوله امريكا، مش دول امريكا اللاتينيه، احنا امه عاشت في خطر طول تاريخها وستعيش في خطر إلى يوم الدين، وهذا صنع وعيا لدى شعبها يجعله يتحسس مناطق الخطر ويعرفها جيدا. أنصاف المتعلمين وأنصاف القارئين هم اللي عايشين على الفيسبوك. الشعب المصري حقيقي اللي بيصحى الساعة 5 الصبح عشان يشتغل، واللي ما عندوش وقت يقعد على الفيس، واللي ما عندوش وقت يقعد على القهوة، بريء وبعيد ومحصن ولديه جهاز مناعة قوي، ما حصلوش حاجة. الشخصية المصرية. إنما اللي وقعوا في المسألة بقى هم الناس اللي مستعدين، جهازهم المناعة مش قوي قوي. وهنا مهم إن أنا أقول حاجة لاحظتها، يعني إيه، أقول أجل إن ده يوم لمن يفتدي مصر. يعني تظل مصر حتى انتصرنا في الأحداث السابقة وخروجنا من المؤامرة الكبرى للتفكيك اللي حصلت مثلا في ليبيا وفي سوريا، هذا لا يعني ان الفيلم العربي انتهى نهاية سعيدة. احنا نظل في حالة دفاع وفي حالة مقاومة لمؤامرات متجددة ومستمرة. لكن لأي مدى يا فندم ده بيوصل لنا ان طوق النجاة في الاحتشاد او في الاختبارات الصعبة في اكثر من واقعة؟ أيوة. في الماضي القريب اللي يعني اثبت فيه المصريين نجاحهم باقتدار في مصر. هقول لحضرتك حاجة، مصر دايما يتكلموا عنها احيانا بكلمه ملهاش كتالوج والكلام ده، وانا اعتبرها جمل رخيصه، لانه مصر لا تمنح الباسورد، لها باسورد خاصه جدا يعني سهله ممتنعه، ومنحت الباسورد للرئيس السيسي والناس كلها كانت مندهشه، لماذا تختار رجلا لم تعرفه بتاريخ طويل زي بعض السياسيين والى اخره. فالباسورد بتاعت مصر مش سهله، ومحدش يتصور انه بشويه كلام كده على بعض القنوات العدوه لا يستطيع اختراق الباسورد. لكن في مثلا انا لاحظت وكنت براقبهم نوع من الغزل الرخيص كده للشعب المصري. يا جماعه انتوا كويسين وهايلين واطلعوا بقى يوم الجمعه. يعني وكان الشعب المصري يمكن يعني ايه الحديث معاه بالشكل ده فيجتذبوا الكلام الساذج ده. فانا لاحظت انه في تقرب رخيص للشعب المصري، لاحظت كمان انهم طلعوا بسواد الوش بالتعبير الشعبي، يعني بعد ما الاحداث اثبتت لهم ان هم لو كانوا نار ما يحرقوش مطرحهم، في مثل شعبي بيقول كده، يعني شوفي اقل من عود الكبريت، اقل من انهم يحرقوا، لانه سهل انك تحرقي، لكن حتى هم لو نار ما المكان اللي هم فيه ما يعرفوش يحرقوه. فالمساله اللي هي محاوله انهم يظهروا كما لو انهم لم يفاجئوا، يعني في اعترافات كده بتتقال في الوسط، احنا ما خدناش بالنا من الصور، اصل احنا بعض الصور الناس تطلع بجاكيتات جلد في يوم الجمعه، ما ينفعش، جاكيتات الجلد دي كانت في ثوره يناير. فاذا من الواضح والناس نفسها اللافت كمان يا فندم اتفضل ان هم بيستخدموا نفس الادوات. ايوه، هي دي الجميل بقى في الموضوع. ليه؟ عشان كده انا بقول هم فاشلين فاشلين، يعني هو بيخبط على نفس الباب،
الذي ظل موصدا وسيظل موصدا امامهم، ومع ذلك هم ما عندهم شيء. وده فيه يمكن كمان استخفاف بعقليه المواطن نفسه اللي كان شاهد عيان على احداث مشابهه وتعاطيات ايضا تزييفيه ممثله يعني. احنا بنشكرهم على ضعفهم وعلى يعني قله وعيهم هم. يعني ايه الحديث عن وعي الشعب المصري ما حدش يتكلم عنه. هي احنا كان عندنا احلام قعدنا نقولها من 30 سنه، نريد مشروعات قوميه مش كده؟ نريد توسع عمراني. احنا ساكنين على 6% من المساحات من المساحه الجغرافيه، وعلينا ان نتجه للتوسع. فلما يجي اللي شايل هم هذه المشروعات، كل الناس كانت بتتكلم في الموضوع ولا ياتي من ياخذ في يده مسؤوليه هذه المشروعات الضخمه. فلما نيجي ننجح بقى في اننا لا لازم ندفع فاتوره المشروعات الضخمه، وفي نفس الوقت لما يجي هو يتكلم بقى معانا، هو في الاخر الابنودي قال لهم كلمه جميله قوي يا زمان، قال لهم يا كارهين الفرح يا اولاد الغم، ما تفرحوش الا لما البلد تبات في الهم، بكره تخلص الحكايه وتنتهي الحدوته وعلى قفاكم هنكتب تم. فهو كده لخص يعني ايه الحاله اللي هم بيحاولوا يدخلوا المجتمع المصري فيها. عليكم ان تكونوا تعساء. هم شديد القبح وتحدثونا عن جمالهم، ومن الواضح ان منهم فيهم ناس كتير قالت السيناريو لا يتكرر، لا تظنوا انكم نفس الكلام يعني ايه. لكن اللي انا ملاحظاه انه في تصور ان المصريين ممكن يبقوا حشود، مجرد حشود يعني شأن كل الحشود الاخرى. ودي برضو يعني نعمه من ربنا انهم يجهلون المصريون ليسوا لا حشد ولا جماهير تنطلق دون وعي. فمن يعني ظنها كده يعني بقول لهم مصر خرطها الخراط وتمدد مات. في كلمة زيها حضرتك قلتيها دكتورة هدى، اسمحي لي أتوقف عندها قليلا. حضرتك قلتي الباسورد. الباسورد ده بيبقى فيه جانب وجداني وعاطفي ومتعلق بكاريزما الشخصية القيادية نفسها اللي عملت هذا القدر من الثقة. لكن خلينا بعض الشيء ننحي الجانب العاطفي ده جانبا عشان نكون موضوعيين. هي الفكرة الأكبر هي الثقة المتبادلة اللي جت من إن أنا بشوف عن قرب اللي حصل في أكتر من صعيد، مواجهة الإرهاب، مشروعات، إصلاحات اقتصادية وغيره وغيره، وفكرة كمان الوفاء بتعهدات والتزام بالجداول الزمنية اللي بتكون محددة في التعامل في كتير من الوقائع اللي واجهناها على مدار السنوات اللي فاتت ويمكن في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. ومين بقى قالك إننا عاطفيين؟ ده الوهم اللي عند الناس. الشعب المصري ها واعي، وعي عقلاني، واحنا ما نشوفه ان هو انطلق هذه الانطلاقه العاطفيه وكلمه الكاريزما. الحقيقه الشعب المصري يعرف جيدا الشخص اللي بيديله الباسورد بيلاقي فيه ليه ده هو الباسورد، لانه بيلاقي فيه تجسيد ضمير الجمع. يعني الضمير الجمعي دي حاجه مش ملموسه، يعني بيجمعنا كلنا ما يسمى بالضمير الجمعي، يعني مجموعه القيم والمعايير والاماني بان جماعتنا او مجتمعنا يستمر. البقاء والاستمرار هدف الضمير الجمعي. ما دي فكره انا عايزه اوصلها فعلا يا دكتور، ان هو مش عايزه بس مش كلام مرسل. لا معلش في حاجه بتحصل ارجوك. اتفضلي اتفضلي. الضمير الجمعي اللي احنا صغناه على مدى الاف السنين دايما يعني نفصل كده، نبدع كده شخص يتجسد في ضميرنا الجمعي. ليه الجماهير المصريه وقعت في غرام جمال عبد الناصر؟ الكاريزما الناصريه؟ لا، والضمير الجمعي هو شخص يجسد ضميرنا الجمعي. طب العصر الحالي السيسي يجسد ضميرنا الجمعي. فلما تيجي الناس تندفع عاطفيا الناس بتتخم فينا. لا، احنا مندفعين لاننا نرى بحصافه التاريخ وخبرتنا التاريخيه ووعينا مين اللي اديله العجله القياده. والجمله دي انا قلتها للرئيس السيسي وهو لسه وزير الدفاع، لانه كان ضد فكره ان يترك بدليته العسكريه. بس قلت له لا يا سياده المشير، دي لحظه تاريخيه، يعني لا يستطيع احد ان يرفض المهمه. فانت ستقود العجله دي. وكان في حديث قبل كده بسنتين ما كانش ظهر السيسي على مسرح الاحداث. الاستاذ عمرو اديب كان في قناه الاوربت وعامل حديث بيني انا والاستاذ ضياء الدكتور ضياء رشوان، بنتكلم عن ال 13 اللي كانوا فاكره كان في 13 دخلوا الانتخابات.
فهو بيقول لي مين فيهم اللي هيغلب وندي درجات. قلت له ولا حد، ما استعنهمش بلغه المصريين. قال لي امال مين؟ قلت له واحد جاي هو مش عارف وانا ما اعرفوش. بس هتختاروا اللحظه التاريخيه ليه؟ لانه شبه ضميرنا الجمعي، وشبه ضميرنا الجمعي ده هيبقى صفاته. لا انا ما اعرفوش شخصيه، لكن هقول لك الصفات اللي هتخلينا ندي له عجله القياده. الإخلاص والوطنية والإبداع والإدارة، سيكون كل هؤلاء ويرتدي بدلة كاكي. فقال لي بدلة كاكي زي، قلت له ما احنا بنستغيث بملائكة الكاكي، لأنه الشعب المصري ملائكة الكاكي اللي هو أنجبهم من رحم الشعب المصري. لأن أنت عندك جيوش في مجتمعات كتير تنفصل عن شعوبها. يعني مشكلة سوريا جات ليه؟ لأن الجيش ينتمي إلى مذهب والشعب إلى مذهب آخر. فانت عندك في بعض الدول الجيوش لا تنتمي لشعوبها، وتبقى فيها امراض الجيوش المرتزقه احيانا زي امريكا اللاتينيه. يعني شفنا بينوشيه بيقتل سلفادور الليندي في السبعينات لارضاء السي اي اي عشان يقبض الثمن ضابط، وشفنا تشومبي وهو بيقتل باتريس لومومبا في الستينيات في افريقيا لانه زعيم وطني وبيحرر الكونغو من سيطره بلجيكا. فبلجيكا ادت لقب الجنرال في الجيش البلجيكي اللي هو عدو بلده يعني، فقتل لهم باتريس لومومبا. وشفنا ده في التلفزيون واحنا في اعدادي، وشفنا كل الجيوش التي تمرض بالارتزاق الا جيشك. ده مش كلامي، ده كلام كل من يتحدثون في علم الاجتماع العسكري الغرباء عن مصر. قالوا ان الجيش المصري هو الوحيد الذي يعيش ويسير ويتحرك في ركاب شعبه. عدم قراءة التاريخ بشكل جيد يا دكتور، حضرتك بتفسريه بإيه؟ هل هو قلة وعي أم هي في بعض الأحيان البعض بيستخدمها عن عمد للتزييف والتضليل وخدمة أهدافه؟ ما هي دلوقتي أنا عارفة أن حضرتك عندك ذاكرة قوية، فأنا أحاول التدخل في الذاكرة بمجرد بس استبعاد أشياء ووضع أشياء أخرى لخبط الذاكرة. أنا مترجمة كتاب اسمه سوشيال ميموري، الذاكرة الاجتماعية. بيقول اخترعت ذاكرة في أوروبا لشعوب لكي تسترد ثقتها في نفسها. إحنا هنا نتعرض لتشويه الذاكرة، تصوري؟ ويقوم بذلك البعض عامدا متآمرا، ويقوم به البعض جاهلا متجاهلا. فأنا هنا يعني عايز أقول وما كان الله بمهلك القرى بظلم وأهلها مؤمنين. لكن العمل الوطني، العمل الحقيقي هو فيتامين منشط جيد جدا للذاكره، وده برضو رجعنا لان انا انظر نظره موضوعيه لحجم الانجاز اللي تحقق في اكتر من مجال. واخد على سبيل المثال للحصر المجالين اللي فعلا ملاحظ فيهم بشكل كبير جدا هذا العمل وهذا الحراك، التعليم والصحه. اللي عايزه اقوله بقى لحضرتك هنا ان كل احلامنا اللي كنا نتحدث عنها ومشاكلنا الاجتماعيه والثقافيه كنا نتحدث عنها باستمرار ونطالب بالحل. فما ان اتجهت الجهود الى حل مشكله الصحه، يعني في يوم من الايام ايام جيلي انا ما كنا نروح في عيد العلم نلاقي عبد الحليم بيقول ان لم يكون العلم مصباح الغلابه، ان لم يزيح العتمه والخوف والضبابه لا فايده في كتابك ولا سهرك وعذابك. منتهى البلاغه، جميل. فهنا بقى لما يجي بقى العلم يبقى مصباح الغلابه ويبقى حل مشكلات المرضى الغلابه. يعني انت مش بس بتحلي مشكله دي صحه امه 100 مليون وانت بتتجه لهذا، ده في حد ذاته مشروع. طب احنا نواجه ازاي دكتوره ونخلي التكنولوجيا لصالحنا؟ يعني في جمله اخيره اتوج بها انت تقصدي بيها الفيسبوك؟ طبعا، لان هو ده المروج يعني الحقيقي، ودي ما فيش مفر منها لان دي ثوره تكنولوجيه ومعلوماتيه. هي محدوده، يعني انا كنت استاذ زائر في امريكا وشفت الناس مش مشغوله قوي بالفيسبوك بالطريقه الجنونيه دي. لكن الاهم انه في فرع دلوقتي اسمه علم الاجتماع الالي بيقول ازاي هذه المنطقه اللي يظن البعض ان هي المدخل الينا، لا هي مش المدخل ونستطيع ان نتدخل فيها. بس المهم اللي يقود بقى طريق السوشيال ميديا خبراء حقيقيون ووطنيون بالدرجه الاولى. اي حاجه غير محموده بتحصل مش هتمنع البناء والتنميه، مش هتمنع المشاركه المصريه الفعاله اللي شفناها في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك، وهتكون دي وقفتنا الحواريه اللي جايه. فرصه بقى ان اختتم مع حضرتك وانوه في نفس الوقت عن حوارنا القادم في القاهره. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري. شرفتينا. اهلا بيك.
نبقى معكم مشاهدينا الكرام في القاهرة، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة مع زميل فوزي قطر.